تخليدا لذكرى رفاقهم الذين توفوا في حادثة الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير الماضي. عملت سلوى ورفاقها على إنشاء مجسم تم عرضه في المعرض العلمي والفني الثاني في أطمة بريف إدلب الشمالي، تبين تفاصيله بعض مما حدث في ذلك اليوم، حاملا صور من توفى من زملائهم. جميعنا نعلم أن حدث الزلزال في سوريا وتركيا هو حدث مؤلم فرد في ذكرانا جميعا. كل منا فقد شخصا عزيزا على قلبه، ونحن مدرسة نهضة الشام النموذجية فقدنا فلة من أطفالنا الذين أضفوا لمسات لطيفة على بعض المشاريع، فأردنا أن نجسد هذا العمل لكي نخلد ذكراهم في عقولنا ولكي نستذكر ذاك اليوم المأساوي رغم الظروف التي مرت على سوريا. لم يقتصر المعرض على أحداث الزلزال وحسب، فالسيرة النبوية وعلى شكل مجسمات تشرح تفاصيلها كانت حاضرة في هذا المعرض لأول مرة في سوريا بهدف تعريف الزوار عليها. طبعا كل سنة احنا عنا معرض، السنة هاي كان عنا معرض عن السيرة النبوية. أثناء المعرض حصل الزلزال المدمر، طبعا الأطفال تأثروا كتير، حاولنا نشتغل هاي الأعمال حتى المشاهدين يتابعوا ويشوفوا مدى الحزن اللي مر على الناس بهذا الوقت العصيب. طبعا بالنسبة للسيرة النبوية الهدف منها هي كان تعريف الناس على السيرة النبوية، السيرة النبوية الشريفة. ولعلم الروبوتيك نصيب كبير في هذا المعرض، استعرض الطلاب أعمالهم ومشاريعهم المبتكرة كعربة التنظيف الآلية ونظام آلي يقدم عددا من وسائل الحماية في حال وقوع الزلازل وأنظمة للقفل الذكي والكثير من المشاريع الأخرى. بعد أكثر من 6 أشهر على مرور حادثة الزلزال المدمر والذي ضرب سوريا وتركيا، جسد طلاب مدارس نهضة الشام حادثة الزلزال بمجسمات عرضوها في هذا المعرض تخليدا لذكرى رفاقهم الذين استشهدوا في هذا الزلزال. سعيد السعيد، حلب اليوم، ريف إدلب الشمالية.